ساحنا من سحر وترعيش ودوما تسلينا طوبي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم هايلين، جبتوا لي هدايا هدايا. خلاص دوك كامل راح نجيبكم لعندي وتعطوا لي الهدايا تاعكم. إذن يا أطفال، كما أصدقائنا اللي راهم هنايا معنا، أنتم كذلك إلا حبيتوا تحضروا معنا في الحصة وتفرحوا معنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. وانتم يا أطفال، بعد التسجيل نطلب منكم حاجة برك، شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة والأطفال حابين يجوا يحضروا مع عمو يزيد في هذه الحصة الجميلة. وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل، إذن شوية تاع الصبر برك يا أخي. يا أطفال، كالمعتاد في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وأيام عالمية مهمة في حياتنا. في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم، هو يوم عالمي لصلة الرحم. تعرفوا صلة الرحم يا أطفال؟ هي زيارة الأقارب. وقتاش حنا المسلمين نروح ونديروا صلة الرحم؟ في أي فترة؟ في أي فترة؟ واسمك بنتي؟ بلقيس وجدان. وجدان، وين تسكني وجدان؟ في القصر البخاري. قصر البخاري، خيار الناس. وفي أي مناسبة نديروا صلة الرحم؟ في مناسبة عيد. في العيد، بالضبط بنتي. إذن في الأعياد نديروا صلة الرحم. كاين تاني نقطة مهمة، صلة الرحم للمرضى، يعني لما يكون عندنا قريب ولا أقرباء يكونوا مرضى مساكن في المستشفى ولا، مليح أننا نروح نزورهم. صلة الرحم مهمة جدا يا أخي. وكاين تاني في هذه الفترة كاين يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف. الكتاب هو رفيق الإنسان ورفيق التلميذ كذلك يا أخي. أطفال، هو خير جالس، شو اللي عارفها؟ خير جالس في الأنام هو الكتاب يا أخي. إذن لازم تقرأوا الكتب لأن الكتب مهمة، فيها العلم فيها. واليوم أنا درت لكم مفاجأة راح نوصلوا لها من بعد إن شاء الله على الكتاب. دائما في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: لست بكائن حي لكن عندي غطاء ظهر وأوراق، من أنا؟ أعيد اللغز: لست بكائن حي عندي غطاء ظهر وأوراق. على بالي بلي انتم شاطرين، ولكن فكروا في الجواب عن اللغز. انتم والأصدقاء اللي هم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عن طريق الانترنت بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب عن اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب عن اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال، على بالي بلي انتم شاطرين في الإجابة عن اللغز، ولكن صبروا حتى نهاية الحصة انتم والأصدقاء اللي راهم يشوفوا فينا. المفاجأة اللي درتها لكم هي أغنية عن الكتاب، نقول فيها: يا كتابي يا أنيسي. إذن تغنوا كامل معايا: كتابي يا أنيسي. يلا مع بعض. يا كتابي يا أنيسي، خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. يا كتابي يا أنيسي، خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام.
علم وعلوم أبتغي منها المعاني لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي فيك علم وعلوم أبتغي منها المعاني لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي يا كتابي يا أنيسي خير جنيس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب وعلوم كم منيرة تفتح درب السعادة فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب وعلوم كم منيرة تفتح درب السعادة يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك سيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة التابعين كلهم كانوا المثل فيك سيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة التابعين كلهم كانوا المثل يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كلما يضع السؤال فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كلما يضع السؤال يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام برافو 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 يا أطفال أنا كي كنت نغني جاوني واحد زوج عروسات عطاولي الورد إذا تعالوا تعالوا عرفونا بنفسكم أرواحوا تعالي بنتي تعالي عاودي حكمي الوردة ديالك فوالا واسمك بنتي أروحي منا هكذا واسمك بنتي هاديل هاديل وين تسكني هاديل باب الزوار باب الزوار شحال في عمرك ستة تحبي عمو يزيد برافو بنتي شوفوا هاديل واش جابت لي تصفيق عليها تصفيقه تصفيق عليها ورده جميله وهادي هاد العروسه هادي واسمك بنتي ايه وين تسكني في بليده في بليده اذا مدينه الورود جبتي الورد لعمو يزيد برافو بنتي واسمك بنتي مريم بنتي اخت ايه اختك هذه هيا اختك هذه رفتت معك الورد تاني لا رفتي وحدك انت تاني جبتي معها الورد ايه برافو 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 التحقوا بالاماكن تاعكم اذا يا اطفال شكرا شكرا على هذه الهديه الجميله جدا عمو يزيد يعتز بكاع الهدايا هادو وخاصه الرسائل اللي راكم تبعتوهم له عبر الايميل عبر الموقع amouyazid.com اذا شكرا 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 نعطيهم البوبي يخبيهم لنا البوبي تهلا فيهم ما يا اطفال نعيطوا كامل العم مراد اللي جانا من مدينه الزهور كيما آية جانا من البليده لاعب الخفه تصفيق على عم مراد تعالوا يا عمو إلينا انضموا عمو يزيد
برافو 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 عم مراد. عجبكم العاب الخفه يا اطفال؟ برافو. اذا لحقنا دركا ركن الحكايه، عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه القطه الذكيه والثعلب الجائع. يلا معايا. قلت له ايوه الثعلب الجائع، قلت له انا عندي لك فكره، قلت له عنديك لواحد المكان وين كاين الجبن، قلت له كاين قطعه كبيره تاع الفرماج تاع الفرماج هكذا، الجبن هي تشبعك احسن مني. راحوا اداتو، قعدوا يمشوا هكذا، كان الليل وكان القمر في السماء، لحقوا لواحد البئر. كي لحقوا للبئر هذاك قالت له طل طل تشوف هكذا، راح تشوف الجبنه ولتحت هو القمر. شاف هكذا قال هذا جبن، هذا لازم. قال له دركا كيفاش نجيبوه؟ قالت له خليني برك انا، هذاك البئر فيه زوج تاع البيادن هكذا، فيه دلو منا ودلو منا. قالت له خليني انا نهبط في الدلو هذا نجيب لك الجبن. قالها صح. ركبت في هذاك الدلو في البيدون هذاك وهبطت القطه، بات تعلقت في الحبيله هكذا. بعد قاعد يقول لها من الفوق وراه الجبن، طلعي طلعي يا القطه. قالت له لا لا هبط هبط انت باش تاخذ الجبن، اروح روح. وعلى بالكم بالوزن هو اثقل من القطه، كي ركب في البيدون الاخر في الدلو الثاني هبطت، هبط الدلو تاعو والقطه طلعت الفوق. كي طلعت الفوق نحات الدلو تاعو خلته لتحتها وبقى هكذا. طلعيني طلعي. قالت له تحب تاكلني انايا؟ عمو يزيد عمو يزيد، نستخلص من الحكايه انه الذكاء ينقذ صاحبه من الهلاك. بالضبط بالضبط بوبي، جبنا حكم جميله. اذا الذكاء ينقذ صاحبه عند الهلاك، لازم الانسان يحكم دائما عقله ويفكر. يا اخي يلا يا اطفال دركا لحقنا لواحد الركن اللي انا نحبه، وين تجوا لهنايا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعال 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 اقعد هنا. واسمك؟ زكريا. وين تكون زكريا؟ بوزريعه. في بوزريعه خير الناس، احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد راح يذبح دجاجه تاع تريزيتي تفالكونتو. راح يذبح دجاجه تاع تريزيتي تفالكونتو، خاف يضربوا تريزيتي. برافو. تعال تعال. واسمك ولدي؟ عبد اللطيف. وين تسكن عبد اللطيف؟ في بوفاريك. في بوفاريك خيار الناس، احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد النهار واحد الطفل قال قال لا قلت له يماه قول لبابك قول له راه يتحوس عليك يماك. هو كان قدام الرجال راح قال له بابا يما يتحوس عليك. قال له ما تجيش تقول ماما، قول قول الدار. هذيك الخضره طاحت يمه متيقه. قال راح قال لبابه قال له قال له الدار طاحت متيقه. برافو 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 برافو. تعال اروح اقعد ولدي، اروح اقعد هنا. واسمك ولدي؟ ريان. ريان وين تسكن ريان؟ بوزريعه. بوزريعه، احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد ما جاتوش نعس رقد وخلاه. ما جاش النعاس رقد وخلاه. برافو برافو وليدي، برافو 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 برافو. يا اطفال لحقنا دركا، لحقنا دركا للجواب عن اللغز. شنو انا نجيب صديقي، صديقي الطائر. يا اطفال انا جبت صديقي ولحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. لست بكائن حي لكن عندي غطاء ظهر واوراق، من انا يا ترى؟ هلا كامل عرفتوا الجواب، شاطرين. تعالي تعالي الشاطره انت، يا تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ دانيا. وين تسكني دانيا؟ قليعه. في قليعه خيار الناس. وش هو الجواب؟ الكتاب. الكتاب، برافو 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 برافو، عرفتوا كامل عرفتوا الكتاب، شاطرين 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 شاطرين. دانيا اذا عمو يزيد دائما الاطفال الشاطرين يعطيهم هديه الاجابه عن اللغز، اللي هي ان شوب، كاس تشربي فيه الحليب، الماء والعصير. وكذلك سيدي، سيدي من حق الطفوله فيه 22 اغنيه لعمو يزيد، ان شاء الله تستفادي بهم. فوالا تفضلي بنتي. العفو بنتي العفو 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 العفو. اذا الجواب
هو الكتاب. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد المهيمن. تعال تعال وليدي ارواح، تعال تعال. إذن احنا كامل راح نغنوا لعبد المهيمن عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو وحنا نغنوا له. يلا كامل التحقوا بيا يا اطفال، تعالوا 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 ارواحوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن عبد المهيمن حسبوا معايا كامل، سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة اثنين واحد، وطفينا الشمعة. برا برافو 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 برافو. أعطي لي إذن عمو يزيد يهدي لك شهادات إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل هذا، وانتم كذلك رايحين كي تخرجوا منها تصيبوا الشهادات في انتظاركم. كذلك بما انك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي، اخترناك باش تحتفل بعيد ميلادك، واليوم رامي ممول الحصه يهدي لك تابلت بمناسبه عيد ميلادك. اذا وانتم كذلك اللي حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد في حصه عمو يزيد، ما عليكم الا ترسلونا بخمس قسيمات لعلب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف سطوالي العاصمة الجزائر. إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل إن شاء الله نهار ثلاثة على الخمسة العشية على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.